اللي تقريبا واحد 16,000 وحده اللي سدات الابواب ديالها بصفه نهائيه. الوضع يستدعي تدخل استعجالي من اجل ايجاد حل المشاكل ديال قطاع المقاهي والمطاعم، لكن للاسف الشديد ما كانش واحد استجابه حقيقيه. درنا دراسه شملت واحد ثلاثه الجهات، الجهه ديال الدار البيضاء سطات، وكذلك الجهه ديال الرباط سلاق نطرا، وكذلك الجهه ديال فاس مكناس. هذو الجهات بثلاثه اللي تقريبا واحد 16,000 وحده اللي سدات الابواب ديالها بصفه نهائيه، وهذا طبعا ترتب عليه واحد تسريح واحد العدد ديال الاجراء ديالنا اللي كانوا تخدموا معنا. بالتالي هذا صراحه امر تاسفنا عليه بشكل كبير، لانه كان تيستدعي طبعا تدخل ديال الحكومه، تيستدعي كذلك التدخل ديال المؤسسات الماليه بالقطاع ديالنا، لكن للاسف الشديد ما كانش شي تدخل، رغم انه نبهنا الناس ديالنا ونبهنا كذلك الفرق البرلمانيه وكذلك جميع الوزراء المعنيين بالقطاع، لانهم لان الوضع يستدعي تدخل استعجالي من اجل ايجاد حل المشاكل ديال قطاع المقاهي والمطاعم، لكن للاسف الشديد ما كانش واحد استجابه حقيقيه باش اننا نعالجوا هذا المشكل ديال اللي تعيش فيه قطاع المقاهي والمطاعم. كما تنعرفوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توسطوا على اثر واحد العدد ديال المهنيين مبالغ اللي هي كبيره بزاف، وهي كد عند اليد الكبرى هذه المؤسسه هذه فاش باش غلقوا هذا العدد الكبير ديال المقاهي والمطاعم، لان الناس توصلوا كاين توصل ب 50 مليون سنتيم، كاين توصل ب 100 مليون، كان يتوصل حتى ل 150 مليون ديال السنتيم كغرامات وضعائر، وبالتالي خلى القطاع تعيش ازمه حقيقيه مع هذه المؤسسه هذه. كذلك كانت مراجعه كبيره ديال ديال القرارات الجبائيه من طرف عدد من الجماعات، وتم رفع السعر ديال مجموعه من الرسوم، واهم الرسم هو استغلال مؤقت الملك العام اللي تم تراجع في عدد ديال الجماعات، واحيانا تضاعف تقريبا واحد 700 مره هذا الرسم هذا، وبالتالي خلى الناس ما بقاش ديك الهامش ديال الربح اللي كان عندهم من قبل، وبالتالي هذا نقص بشكل كبير، وخلى انه خلى الهامش ديال الربح انه تيقل بشكل كبير وما يبقاش بصفه نهائيه.